اكلمكم على الاكل واحنا في اجادير، فاذا يلا بينا على اورير. اكل لي بقى طاجن دجاج بلدي كده ولا حاجه، وبعد كده بقى نشوف هنعمل ايه في اجادير. يلا بينا يا جماعة في منطقة فونتي الجميلة. احنا دلوقتي الساعة 3:30. بحبها اجادير على فكرة بصراحة، يعني من المدن الجميلة جدا في المغرب. المدينة الجميلة قوي، الشيك قوي، حتى السوق بتاعها سوق الحد جميل جدا. وطبعا فرصة ان انا اجي بقى اشتري زيت ارجان. ابويا كان طالب مني زيت ارجان بتاع الجسم كده، فهجيبه له. داخلين على رمضان بقى، ممكن الواحد يشوف حمله بتاع شوية حاجات كده. شوفوا بقى الشوارع اجادير، يعني من ارقى شوارع المغرب. المشروع ده شكله كبير، مش عارف يبقى ساكن ايه ده ولا ايه. شوارع اجادير الساعة 3:30. تلاتة ونص دي في البلدان التانية بتبقى تيت تيت وزحمة وايه ايه ايه. شوفوا هنا حاجة راقية اوي. مع اني جيت اجادير صورتها وقت الكورونا من سنتين، بس حاسس ان انا اول مره اجي، ولسه الاشغال موجوده. حسب مع سواق التاكسي اللي جابني الصبح قال لي قدامها سنه وتخلص، بس اجادير من المدن اللي بحبها. مدينه تخيشك. السكن المقاهي انا بتمشى كده لحد ما اخد تاكسي بقى يوديني القرير، او ممكن اجر عربيه لو لقيت مكتب وانا ماشي. والله راقي قوي المنطقه دي. يلا بقى اخد تاكسي احمر اللي هو الاورنج ده الصغير، هيوديني للتاكسيات الكبيرة. يلا هوبا التاكسي وقف لنا. حلو اوي المنطقة دي بقى، هنا بالليل جنب البيت انا ساكن تحت الشارع ده.
قشطي. خدنا التاكسي 9 دولار ونص شكرا. احنا هنا بقى في براس التاكسيات الكبيرة، ناخد تاكسي كبير دي اللي في مصر ميكروباصات مكانها يعني، ده موقف كده. هنروح على اوريو، يلا بينا.
دلوقتي نزلنا أورير، أورير أو أورير. طبعا أجرير معروفة إن هي في إقليم سوس، تبع لسوس، يعني الأرجان، يعني الماعز، يعني حتى طول الطريق وأنا جاي في الجبال اللي موجودة كلها جبال سوس دي كلها أرجان، كلها ماعز، ومعروفة بالموز البنان بتاع ده، الليمون بتاع طرداش. دخل الفاكهة كان فيها غالية يلا. شوف ما شاء الله بقى البنان بتاع أورير في كل حتة. مرحبا بك في المغرب. الله يرحب بك. يعني والله انا جد فرحان استقبل يعني كل العرب، لان انت تعطي صوره جميله للمغرب، لانه في الاول كانوا الناس بياخذوا صوره مو جميله عن المغرب، لكن بفيديوهاتك وامثالك يعني والله تعطي صوره، وهذا يعني يشرف لك احنا كمغاربه. تحياتي مرحبا باي واحد من الدول العربيه. وده السبب اللي انا خلاني بدات فيديوهات، الصوره اللي وصلنا على المغرب في الشرق غير الحقيقه تماما يعني. بارك الله فيك. بسبب الكوره بقى والعصبيه والحاجات دي. اكيد ما في مشكله يعني. شوف الشعب المصري والمغربي يعني توأم. يعني نفس الجسد. نفس كل حاجه. لكن بقلبين. يعني لما يلعب يعني المنتخب المصري مع المنتخب المغربي، والله احب يعني يفوز المغرب، لكن في وقت في نفس الوقت اكون حزين على المنتخب يعني المصري. لا هي طول عمر مصر والمغرب في الكوره ليها قمه كده خاصه، ليها نكهه خاصه. اكيد العالمين الرايتين بيخوفوا اصلا. جميل والله. هذه زوجتي. يا جماعه وصلنا والله جبنه المطاعم. المطعم اللي قدام على الشمال دي اللي كلنا فيها قبل كده. رحلة تاني جماعة أورير. نلاحظ هنا الأجانب كتير. الأجانب كتير وكلهم بيجي بياخدوا في العجل دراجة. الجو هنا حلو صحي. أنا قلت بقى جبت تمر وبرتقان حاجات كده أخدها معايا البيت. يلا بقى ناكل. عشان اكل وارجع على سوق الحد على طول بقى، السوق الجميل اللي بحبه اللي من اجمل الاسواق اللي شفتها في المغرب هو والمدينه القديمه فاس. يلا بينا. شوفوا يا جماعه البنان ده بتاع أورير. صح هجيب بنان، الناس اللي انا هجيب بنان برضو. بنان شوفوا بقى صغير طعمه حلو. بنان جميل. طب مش حال كيلو؟ 8 دولار. وانا طالع اخد منه. معروفة بنان أورير بالبنان. شوف ما شاء الله بقى قدام البنان في كل حتة بنان. انا هروح اكل في المطعم اللي اسمه البركة ده. مش عارف ليه مش رايح له اسما ولا حاجة. ما شاء الله البنانة قد ايه بقى؟ السلام عليكم. بنان بتاع أورير. ما شاء الله. ده مش حال كيلو؟ السلام عليكم. سعد الرام ده كله ديال أورير صح؟ اه ده. خد صورة معاه بس كده. أو بنان أورير. شكرا. رجع. هنا المطاعم، مطعم تاموند، مطعم البركة.
على فكره انا اوقات بخش المطعم بناء على الشخص اللي واقف، الاقي كده طيب وغلبان وبتاعه، اه ده شكله الاكل عنده بقى حلو وبيطلع حلو فعلا. فدلوقتي محتار شكل المطعم ده ناس كويسه وده ناس كويسه. مش ده، لا كان واحد ليه اسم تاني كده. ليه كان تقريبا خلف تخطيط ليه؟ تعالوا نخش، لا اللي كان تقريبا ده البلد. تعالوا نخش ده نشوف ده. شوف عنده حاجة ولا لا. الساعة كام؟ الساعة 5. الناس خلاص الغدا. شكله خلص. السلام عليكم. 16 طاوله؟ 16 ده ما عندوش غير طاجن واحد جاج بلدي، قصدي ماعز. انا عايز دجاج بلدي وماعز الاثنين. تقريبا ده اللي جبته المره اللي فاتت. هو ده اللي جاي، هو ده نفس المطعم اللي جبته المره اللي فاتت. عنده مساحه شاسعه. السلام عليكم. كنت حاسس ان التوابل ناقصه شويه، خليه بقى يظبط التوابل المره دي. تعالوا نشوف التوابل. هذاك شو اللي بقى؟ ايه شو اللي بقى؟ دجاج بلدي كاين؟ كاين دجاج بلدي. السلام عليكم. اه ده كبير ده. شنو كاين؟ ماعز. انا شايف ان شوف انا شوف صافي صافي شوف صغير ما كانش عندك. خلاص بقى خدت الطاجن ماعز. البلدي مفيش غير 2 كيلو. انا بشكل 2 كيلو. خدنا بقى واحد ماعز وبدأ بقى ايه ناكله بره. ما عندهمش البلدي. طاجن 2 كيلو. دجاج بلدي. دجاج بلدي. ده اللحم. ده اللحم. ده كيلو ونص. خلاص. أنا أخدت الكيلو بقى. كيلو. الله يصحى. طلبت منه خبز قام جاب لي التفرنات. السلام، بحب أوي العيش ده. أنا مستني الطاجن ينزل، عمال البطاطس على بتخلص. يلا. ايوه وصل الطاجن حبيبي. شكرا. اتفضلوا بقى معانا. المره اللي فاتت لما اكلته كانت التوابل ناقصه، قلت له ظبط لي التوابل بقى عشان انا بحب الملح زياده، ودي حاجه غلط مش صح. هاكل بقى اقول لكم رايي. يا جماعة الحمد لله خلصت الغدا. الأكل جميل جدا. طاجن ماعز. لو إن الواحد جبت الطاجن اللي هو الكيلو كلت كتير اللي هو ضغط ده. الحمد لله إن هو ماعز. لو طاجن خروف بقى الحولي ما لحمة الخروف تقيلة، ما كنتش هقدر أقوم من مكاني. قاعد بقى بشرب الأتيه، والأتيه ده تقريبا صحراوي. يا جماعة الجنوب الأتيه عندهم رائع، يعني من اول اجادير وانت نازل بقى والصحراء. الشاي بتاعهم الشاي جميل جدا الصحراوي ده. حتى في اي مقهى تقعد تشرب الشاي مختلف لونه عن 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 الرباط وعن الشمال. يعني الشمال تحس انه مايل للاخضر شويه، لكن ده انت بتشرب اتي. حتى جبت لي منه بتاع حوالي كيلو كده. المطعم جميل، المعامله هنا محترمه جدا. انزل بقى اجيب البنان اللي وريته لكم. ممكن بروح على سوق الحد لو الحق اصور سوق الحد
شاء الله، وبعد كده بكرة هرجع تاني هنا، هروح بارادايس وإمزوار. شكرا على خير. ده بنان مسوس يعني بدون سكر، أول مرة أعرف إن في بنان مسوس. شكله كده جاي مصلى صغير.